أتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي من زورخ السيد ليونارد فافري المدير العام في بلو هورايزن. صباح الخير سيد ليونارد، أهلا بك معنا في البرنامج. بداية، أمام هذه الجائحة التي باتت الكثير من التقارير تقول أنها ربما ستبقى معنا إلى الأبد وتصبح ما يسمى بالأندميك وليس فقط البانديميك، هذا طبعا يطرح الكثير من الأسئلة حول تعافي قطاع الطيران في المراحل القادمة وفي المرحلة اللاحقة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك الكثير من التقارير التي صدرت الأسبوع الماضي التي تقول إن الشركات قد تلجأ إلى العمل عن يعني أو إلى إقامة المؤتمرات وغيرها إلكترونيا أو عن بعد عبر استخدام هذه التقنيات التي روجت في الفترة الماضية، وبالتالي لا يكون هناك حاجة لسفر موظفي الشركات بشكل كبير. أمام هذه التحديات، ما هي الخيارات أمام شركات الطيران في هذه المرحلة؟ للأسف في هذه المرحلة ليست هناك خيارات كثيرة، هذه الشركات يجب أن تبقى على قيد الحياة. قبل يومين كنت أستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد توني دوغلاس، وهو كان يقول شيئا لافتا. في النصف الأول من العام 2021 هم نقلوا 1,000,000 مسافر، شركة طيران الاتحاد، وبناء على الأسطول الذي لديهم هذا يعني أنهم أمام معامل حمولة يبلغ 25%، وبالتالي شركات الطيران ليست لديها أي خيارات أخرى إلا إدارة الشبكات، وإلا فإنها لن تعطي المسافرين فرصة للسفر، وبالتالي فهي مضطرة إلى خلق إيرادات إضافية. ودون الشحنكم هم كانوا مضطرين إلى تغيير الشبكة، وبالتالي قطاع الطيران ما زال في حالة الصراع للبقاء على قيد الحياة. طيب، أمام هذا الصراع كما تسميه سيد ليونارد، كان هناك تقارير عن توجه بعض الشركات إلى إطلاق لو كوست إيرلاينز أو شركات طيران قليلة التكلفة، هل هذا ربما سيكون خيار أمثل أمام شركات الطيران الآن؟ لا أعلم إذا كانت شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة هي الحل، لكن ما هو نموذج الطيران المنخفض التكلفة؟ بالنسبة لكثير من الناس وتحديدا في الشرق الأوسط، الناس لديهم تجربة غير إيجابية. التكلفة المنخفضة تعني كما يوحي الاسم هو تقليل التكلفة، أي التركيز على نقل الناس كما هو في الباص أو الحافلة. أنا قلت عدة مرات أنك إذا قارنت قطاع الطيران بقطاع طيران قبل 40 أو 50 عاما عندما بدأت رحلات القوارب، في البداية كانت هناك رحلات فاخرة ثم بات الأمر معتادا. إذن يجب أن نعتبر الطيران بالطائرة مشابها للانتقال بالباص، وعندما ننتقل بالباص مثلا بين أبوظبي ودبي الناس يدفعون المال للانتقال من نقطة إلى نقطة، وهم ليسوا بحاجة إلى كل الأشياء اللافتة والمثيرة للاهتمام، وشركات الطيران المنخفض التكلفة تعزز هذا النموذج، وبالتالي قطاع الطيران ليس لديه خيار إلا تعديل النموذج للانتقال إلى نموذج الطيران منخفض التكلفة. وإذا راقبنا معظم شركات الطيران وتحديدا شركات الطيران القديمة أو الوطنية أو شركات الطيران الراسخة الكبيرة، هناك شركة الطيران التايلاندية أعلنت الإفلاس، وأيضا في موريشيوس حصل شيء مشابه. إذن شركات الطيران الوطنية أو القديمة هي معرضة للخطر لأنها لديها هيكل تكلفة مرتفع، وفي المستقبل وكما قلت مع الانتقال إلى نموذج الطيران منخفض التكلفة وتراجع الطيران لأغراض الأعمال، هذا يعني أن الشركات مضطرة إلى الانتقال إلى هذا النموذج، نموذج طيران منخفض التكلفة. طيب. سيد ليونارد، سمعنا أن الكثير من شركات الطيران ألغت
طلبياتها لأسطول جديد من بوينغ ومن إيرباص. كيف ستكون التداعيات على هذه الشركات المصنعة للطائرات، هذا من جهة، وماذا عن الشركات التي لا تتلقى دعما حكوميا؟ هل سيكون الإفلاس هو مصيرها في هذه المرحلة؟ هذا سؤال لافت. أولا بالإجابة عن السؤال المتعلق بتصنيع أو شركات تصنيع الطائرات، هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بشكل قطاع الطيران وتطوره. إذا نظرنا إلى الإعلانات الصادرة مؤخرا وتحديدا شركات الطيران منخفض التكلفة التي تنظر إلى المستقبل بطريقة إيجابية، هي تتطلع إلى الاستحواذ على طائرات جديدة. البارحة مثلا أعلن عن أن ويز إير في مراحل نهائية لطلب كبير من إيرباص، فبسبب الجائحة هناك فرصة مهمة للحصول على صفقة جيدة بين إيرباص وويز إير، وخاصة بالنسبة للشركات التي لديها مستثمر يساعدها على تجاوز الجائحة. هذا يعني أن تلك الشركة في وضع جيد يسمح لها بعقد صفقات جيدة في شراء الطائرات الجديدة. إذن هناك شهية قائمة، لكن شركات تصنيع الطائرات كما قلت مرتبطة بتطور الوضع. وإذا نظرت إلى وضع السفر التجاري أو السفر في قطاع الأعمال في أوروبا وخلال فصل الصيف، لم تكن الأنشطة كما كان متوقعا، وكان هناك من يتوقع تحسن في الأنشطة التجارية. وحاليا معظم شركات الطيران تراقب ما سيحصل في فصل الشتاء، لذلك فإن الكثير من شركات الطيران قد بدأت تتحدث إلى حكوماتها للبحث عن طرق للحصول على مساعدة من الدولة. وبالتأكيد فإن كل الشركات لن تحصل على الدعم من الحكومة. نعم، وهو أيضا ما كانت تعتبره شركات طيران عالمية بأنه غير عادل مقارنة بما تتلقاه بعض الشركات حول العالم. ليونارد فافري المدير العام في بلو هورايزن 1، أنا أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هذا الصباح.